السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة. وبسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كل سنة وحضراتكم طيبين، والأمة الإسلامية جميعا بصحة وسلامة وسعادة، وربنا يجعله عيد أضحى سعيد علينا وعليكم وعلى سائر المسلمين يا رب. من الواضح إن إعلان الأهلي امبارح هبل كل السوشيال ميديا الزملكاوية، ومن ضمنهم طلع علينا بندق الكرة المصرية خالد الغندور وبيتكلم وبيتهجم على اعلان الفيلم وعلى تركي الشيخ، وبيتكلم ان الاهلي بالاعلان ده بيعمل تعصب. بسم الله ما شاء الله، دلوقتي الاهلي هو اللي بيعمل تعصب؟ وانت كنت فين زمان من ايام ما كنت بتطلع على دريم وبتتكلم على النادي الاهلي وعلى التعصب، وكنت بتحرض باقي الفرق القارة على النادي الاهلي؟ الكلام والتاريخ ما بتنسيش، وكل واحد عارف هو قال ايه وعمل ايه في حياته وفي تاريخه. انت بتتكلم ان هو ده اعلان؟ طب ما انت عندك الشرقاوي ليل ونهار عمال بيتكلم، عندك عبد الشافي صادع، عندك الجرجيري، عندك صبحي عبد السلام، عندك الفولي اللي ظهروا علينا مؤخرا، معرفش ظهروا زي ما يكون في بياره وطفحت علينا الاشكال ده. هو ده الاعلام؟ يا كابتن خالد، يا كابتن خالد، انت من اوائل الناس كانت بتهاجم النادي الاهلي على الفاضيه وعلى المليان، وبتتكلم ان انت كنت بعيد كل البعد وانت في قناه نادي الزمالك عن التعصب وبتنبذ التعصب، لكن للاسف انت بكلامك كده يعني انا مش فاهم ايه هو اللي الاهلي عمله او لعيبه الاهلي عملته ولا كولر علشان عملوا الاعلام. طبعا كلكم محروقين علشان تركي الشيخ نزل على الصفحة بتاعته البيج اتكلم على الاعلام ونزله، لكن انا مش فاهم، تخش الفيلم ما تخشوش، ده شيء يخصك ما يخصناش. الناس بتجري ورا الشيء المشهور، الشيء المعروف، البراند، علشان تتكلم عليه وعلشان تسوق لها. ده حاجة جديدة لسه اول مرة نشوفها، ان لعيبة كورة او رياضيين يعملوا اعلان على فيلم. وفعلا يعني حاجه برضو كويس، انت بتتكلم ان امام عاشور ما كانش موجود وان هو كان موجود في القضيه، يا عم مش موضوعنا، وان عبد المنعم ما كانش موجود برضو مش موضوعنا. انا مش فاهم انت يعني ليه زعلني وليه كم الزعل اللي انتوا فيه ده. يا عم خليك روح شويه كده، واحنا في ايام مفترجه وكل سنه وانت طيب، وبعدوا عن التعصب. انت ما بتشوفش قناة الشمس وعبد الناصر زيدان جايب لك هزازين الرؤوس اللي اتجمعوا من جديد من بعد ما مشوا من قناة نادي الزمالك وهم قاعدين ليل ونهار؟ ما بتشوفش الجرجير وهو طالع مع امير هشام؟ انا ما اعرفش امير هشام دوت محسوب على الاهلاوية ولا محسوب على شغل الترندات، ولا عايز يعمل صيت لنفسه بس وخلاص. ما بتشوفوش وهو بيقعد يتكلم على النادي الاهلي؟ نفسي حد يرد عليا ويتكلم ونقول كلمة حق لله، هيشهد علينا ربنا وهنشهد على انفسنا بنتكلم في كلمة حق لله سبحانه وتعالى. لكن للأسف انت يعني كابتن خالد معلش دي فردت منك، يا تقل خيرا او لا تصمت، يعني يا تتكلم كلام معقول يا تسكت. انما فكرة بقى ان بعد الجمهور الزملكاوي عن الفيلم، يا عم الفيلم ما يخصناش وما لناش فيه، ده اعلان اتعمل وخلصت وخلاص، الناس تخشوا ما تخشوش ما يخصناش. لكن انك تقلب السوشيال ميديا انت والجرجيري، انا معرفش الراجل دوت بيتكلم ازاي وعايش في وسطنا ازاي، وازاي في يوم من الايام كان متحدث رسمي للنادي الزمالك. سبحانك يا رب. هل ده اعلان؟ يعني هو ده الاعلان بتاعكو؟ انتوا مسكتوا ابراهيم سعيد شرشحتوه ومسكتوه عجرتوه وبلغتوا عليه ورفعتوا عليه للاعلى للاعلام اللي طبعا منبطح انبطاح كلي لنادي الزمالك.
كنت فين يا عم الاعلى للاعلام وانت كنت بتسمع كل يوم وهم بيشتموك ومرتضى منصور بيحط عليك بالجزمه القديمه هو وكل هزازين الرؤوس اللي كانوا بيبوسوا الايادي علشان لقمه العيش. ما طلعتش اتكلمت وهم بيسبوا في الاتحاد وبيسبوا في الخطيب وبيسبوا في اللعيبه وفي جمهور النادي الاهلي. ده حتى جمهور الزمالك ما سلمش من لسان مرتضى منصور، ما طلعتش قايميها وطلعت واتكلمت وقلت لا وهنا لنا وقفه زي ما بيقولوا. ما شفناش منك لا واقفه ولا قاعده ولا نايمه. احنا ماشيين بنكيل بمكيالين. النادي الاهلي لو طلع منه غلطه الكل بيجري عليه، نادي الزمالك على عيننا وعلى راسنا، ده تاريخ عمرنا ما هننسى انجازات نادي الزمالك ولا لعيبه نادي الزمالك ولا مدربين نادي الزمالك. احنا شفنا كابتن حسن شحاته عامل ازاي، يعني بسم الله ما شاء الله قمه في الادب والاخلاق والاحترام، ما طلعش منه لفظ خارج وانتوا بتشتموه ليل ونهار. ما انتوا قاعدين ليل ونهار بتشتموا في الراجل وعمره ما طلع اتكلم عليكم كلمه وحشه ولا قال ده بيسبني ولا ده بيلعني ولا ده ولا ده، غير بس بتاعت ميدو وشيكابالا ووضح وصرح وحكى التفاصيل. لكن اننا نكيل بمكيالين وزعلانين من الاعلان، يا عم ازعل اشرب من البحر، ما تروحش تتفرج على، ما حدش هيتفرج على الفيلم اصلا، الناس مش لاقيه تاكل، يعني الناس مش لاقيه تاكل. انت يا عم خالد زعلان ليه؟ انا مش فاهم يا عم، ما تزعلش كده، روق يا بندق يا كابتن خالد، روق وانسى كده وسيبك انت كده من الهطل الكروي اللي احنا فيه. انت مش شايف؟ اتكلم يا عم على الدوري، اتكلم على لجنة المسابقات، اتكلم، عندك بص في 100 مليون حاجة تتكلم فيها من هنا للصبح. اخطاء حكام، اتحاد كورة، رابطة، كل ده جاي على الاعلان. يا عم الله يسهل لك وربنا يسترها علينا جميعا، احنا في ايام مفترجة وكل سنة وانتوا طيبين. السلام عليكم.